السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، القسم العلمي والقسم الأدبي. إن شاء الله النهاردة برضه هنكمل ما بدأناه في مادة تقنية المعلومات من في لغة ال HTML. وصلنا للفصل الخامس، القوائم والجداول. أول حاجة القوائم، طبعا أنت عند استعراضك لشبكة الإنترنت أو أي موقع موجود على الإنترنت أحيانا بيبقى فيه جدول، ولكن هو الجدول مش ظاهر. يعني مثلا بالنسبة ل عفوا عند تصفحك لأي موقع من مواقع الإعلانات أو موقع من مواقع اللبس أو الموضة وهكذا، بنلاقي كل الحاجات اللي موجودة عليه، سواء مثلا فساتين أو بنطلونات أو قمصان وهكذا، موجودة زائد السعر بتاعها موجود. فده كله موجود في مربعات او موجود في جداول. ممكن تكون الجداول دي ظاهرة او ممكن ما تكونش ظاهرة. طيب ازاي احنا بنعمل الجدول بلغة ال HTML، وازاي بنعمل قائمة وبنرتبها، وازاي بنعمل جداول ونعمل لها عملية ترتيب او عملية اظهار للبوردر اللي هو ايه الاطار من الخارج. اول حاجة الليست او القوائم. القوائم دي استعراض، عند استعراضك بيقولك لصفحات الانترنت، فانت بيقابلك شكل القوائم زي مثلا قوائم المنتجات او الكتب او العناوين احنا عايزين نضيفها. تمام. طب ايه هي انواع القوائم؟ انواع القوائم نوعين، قوائم مرتبة وقوائم غير المرتبة. اول حاجة هنبدأ بالقوائم غير المرتبة. القوائم غير المرتبة، ومعناها ان ordered list، ان ordered list. تمام. طيب احنا عشان نستخدم القوائم المرتبة دي بنستخدم وسم. عشان نعمل قائمة غير مرتبة نستخدم وسم، اهو يستخدم وسم UL. انا عشان استخدم الوسم، طبعا وسم بداية ووسم نهاية في اليو ال اهو. احنا بهذا المنظر عملنا قوائم، عملنا قائمة مرتبة في البرنامج او في الموقع اللي احنا بنصممه، عملنا قائمة غير مرتبة واستخدمنا الوسم اللي احنا عايزينه. طبعا القوائم غير مرتبة الجزء اللي هو فيه الـ Untitled او الـ Unordered List بيتكتب في النص من في الجزء الخاص بالبادي، فبيعمل لنا قائمة غير مرتبة ما بتفرقش معانا. رقم اثنين عندنا حاجة اسمها القوائم المرتبة. القوائم المرتبة واسمها ordered list، قائمة المرتبة. طيب ايه الوسم اللي بيستخدم فيها؟ يستخدم وسم OL و OL/ في وسم بداية ووسم نهاية. احنا عشان نعمل قائمة مرتبة استخدمنا وسم OL ووسم OL/. طيب عندنا اشكال اخرى في التحكم او في شكل القوائم المرتبة. يمكن التحكم في شكل الترقيم مثلا ابجديا او ترقيميا بصفة خاصة. يعني مثلا ممكن احنا نستخدم وسم اسمه وسم تايب. وسم تايب. تمام. وسم التايب ده احنا ممكن نستخدم حاجة اسمها تايب مثلا سيركل، فيعمل لنا القوائم مرتبة على شكل دوائر، او تايب سكوير، او تايب مثلا اي بي كده، مثلا اي بي، فيعمل لنا يرتب لنا القوائم اللي قدامنا على شكل حروف ابجدية كابيتال، او ممكن يخليها مثلا سمول اي بي، او ممكن مثلا يخليها لاتيني مثلا، او خليها يوناني وهكذا. طيب بعدين عندنا حاجة اسمها الجداول. الجداول تيبلز. رقم ثلاثة الجداول تيبل تيبلز. تيبلز اللي هي ايه؟ اللي هي الجداول. طيب انا عايز استخدم
واسم الجداول عشان اضيفه. ايه هو الجدول اصلا؟ بيقول لك انه الجدول ده عبارة عن مصفوفة تتكون من عدد من الصفوف والاعمدة قد تحتوي على عناصر مثل النصوص، الصور، الازرار، وتستخدم الجداول طبعا في معظم صفحات الانترنت، وممكن تشاهدها او ممكن لا تشاهدها، وتستخدم ايضا في عملية التنسيق كوضع مثلا الصور والنصوص والاماكن المخصصة للصور وهكذا. طيب احنا اللي بنستخدمه ايه؟ بنستخدم عشان نرسم جدول، بنستخدم الوسم تيبل، بنستخدم وسم تيبل عشان البرنامج يعرف ان انا عندي جدول. طيب الوسم تيبل ايضا كذلك ممكن، بيقول لك ان احنا ممكن نحتاج الى وسمين اخرين لكتابه الصفوف والاعمال عشان بيحدد لي عدد الصفوف او عدد الاعمال. تيبل دي يعني حاجة شائعة، لكن احنا عايزين مثلا نقسم عدد الصفوف وعدد الأعمدة، فبيقول لك ان احنا بنستخدم وسمين، وسم اسمه TR و TD. TR وسم مفرد لعمل الصفوف، و TD لعمل الأعمدة. عشان طبعا قلنا بالعرض كده صف، ده صف، ومن الاعلى الى الاسفل عمود، من الاعلى الى الاسفل عمود، تمام. طيب بعدين ممكن نحدد حجم الجدول، تحديد حجم الجدول الجدول. ازاي انا بحدد حجم الجدول الموجود عندي؟ بحدده من خلال حاجة اسمها بيكسلز. البيكسلات اللي انا بحددها او البيكسلات اللي انا بكتبها في البرنامج، بكتب البيكسلات دي عشان احدد الجدول او حجم الجدول. طيب عشان احدد عرض الجدول بالبيكسلز بستخدم خاصية خاصية ويدز، خاصية ويدز او خاصية العرض عشان اضيفها. طبعا بكتب في خاصية الويدز، بكتب مثلا بتساوي مثلا 50، او بكتب بتساوي 100، او تكتب 250 على حسب المساحة بتاعت الجدول اللي انا عايزها في هذا البرنامج. بعدين ازاي انا بعمل محاذاة للنص في الجدول؟ محاذاة للنص في الجدول طبعا بستخدم فيها خاصية اسمها خاصية alignment. alignment او align اللي هي اسمها المحاذاة، خاصية الالاين اللي هي اسمها المحاذاة. خاصية الالاين محاذاة طبعا في حاجة اسمها الاين رايت، وفي الاين المحاذاة لليمين، وفي الاين ليفت محاذاة لليسار، وفي الاين سنتر التوسيط او التوسط، وايضا ويوجد ثلاث خيارات اخرى زي مثلا التوب الاعلى، بوتون للاسفل، موديل في المنتصف، القياسي في حالة عدم تحديد المحاذاة العمودية، تمام. طيب احنا عايزين ندخل رقم 5، ادخال الصور في خلايا الجدول. 6 اسف، ادخال الصور في خلايا الجدول. ازاي بدخل الصور في خلايا الجدول؟ استخدمنا احنا عشان ندخل صورة المرة اللي فاتت حاجة اسمها IMG، تمام، اللي هي بتعبر عن الصورة، والجدول استخدمنا tables. طيب احنا عندنا ازاي بندخل الصورة؟ بنحط الوسم، وسم بوضع وسم IMG اللي خدناه المرة اللي فاتت بين TD و TR. بنحطه هنا في المنتصف.
او ممكن مثلا نحطه بين الاثنين التي دي يمين والتي دي يسار ونحط الاي ام جي في المنتصف بين الاثنين عشان نضيف صورة داخل خلايا الجدول. طيب في النهاية ناخد الواجب سين، اكتب برنامجا توضح فيه كيفية اضافة صورة في خلايا الجدول، صورة في خلايا الجدول. تمام، ازاي انا بعمل الكلام ده؟ والاجابة هل هي في صفحة 64 هي وتمارين الكتاب بالمرة. في النهاية نرجو ان تكونوا قد استفدتم بهذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.